بسم الله الأب والابن والروح القدس إلهين واحد أمين. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء متجدد من برنامجنا المسيحية تتحدى الإلحاد والفكر المعاصر، أو العهد الجديد يتحدى الإلحاد والفكر المعاصر. النهاردة نبتدي الحلقة رقم 13 من موضوعنا كيف وجدت الحياة على الأرض، كيف نشأت الحياة على الأرض، كيف ظهرت الحياة على الأرض. في الـ 12 حلقة اللي فاتوا شرحنا فكر الكتاب المقدس عن نشأة الحياة على الأرض، فكر الفلاسفة، فكر العلماء، إلى أن وصلنا إلى نظرية داروين أو نظرية التطور لداروين، وتكلمنا إزاي أن نظرية داروين أو داروين اعتقد أو بأسلوبه قد يمكن قد يكون إذا تصورنا التعبيرات اللي هي مجرد افتراضات، ممكن إذا تصورنا قد يكون التعبيرات دي يعني اللي هي لا تغني ولا تسمن من جوع، بل بتقول ده مجرد افتراض من ملايين الافتراضات. اذا تصورنا، طب ما تصورناش، فهتبني عقائد على اساس تصورك الخاص. تقول ده مش عقائد، ده علم. اقول لك لا، دي عقيده، لان بسببها ترك ملايين البشر عباده الاله الواحد. طب هنا عقيدة خدت شكل الدجمة. من المهم، هو قال ملخص كلامه، إذا تصورنا وجود بركة دافئة فيها طين، وعبر مليارات السنين تجمعت مجموعة من البروتين مع بعض، وبعدين تربطوا مع بعض برضو بالمصادفة العشوائية بالأحماض الأمينية، وتكونت الخلية اللي هي وحيدة الخلية، ثم انقسمت لاثنين، خلية نباتية خلية حيوانية. الخلية النباتية بدأت تبحث لنفسها عن مادة الكلوروفيل وإزاي تقوم عملية التمثيل الضوئي إلى آخره، والحيوانية وبدأت تملى الأرض زرع، والخلية الحيوانية بدأت تعيش على هذا الزرع. تعالوا النهاردة نشوف الخطوات الثلاثة الرئيسية في هذه النظرية، ويعني نشرحها، لأن كتير جدا من اللي بيؤمنوا بنظرية داروين واللي بيرد على نظرية داروين ربما ما عندهمش الخلفية بالتفصيل اللي هتكلم عنه دلوقتي. لأن أنا أصلا أخذت هذا الموضوع عن أحد المواقع اللي كتب فيه أو لخص فيه الفكر الدارويني عدد كبير من العلماء المؤمنين بنظرية داروين، فخدت الفكرة عنها عنهم كاملة ولخصتها عن هؤلاء العلماء. أول حاجة يقول لنا كان أول الكائنات الحية أو الميكروبات وحيدة الخلية. كان إيه؟ وكانت أول كائنات نشأة كانت بسيطة وأشبه بالبكتيريا، وعلى مدى قدر هائل من تاريخ الحياة على الأرض يعني مليارات السنين كانت هذه الكائنات هي كل شيء حي. داروينين بيقولوا كده ببساطة إن المليارات الأولى من عمر الأرض لم يكن موجود عليها إلا الكائنات وحيدة الخلية. أوكي ماشي. كانت هذه الكائنات هي كل شيء حي. استرجع أول أثار للحياة المسجلة في الحفريات إلى نحو 3.5 مليار سنة. يعني المليار سنة الأولى أو المليار ومئة مليون سنة الأولى اللي هي من 4.6 لـ 3 مليار و5 من عشرة
ما كانش فيه كائن حي على الأرض غير البكتيريا، اللي هي الكائن وحيد الخلية، وحيد الخلية. ومنذ ذلك الوقت كانت هذه الميكروبات فقط هي سكان الأرض لمدة 200 مليار و7 من عشر سنة، 200 مليار و700 مليون يعني. كانت مجرد خلايا مفردة أو في أقصى صورها تعقيدا عبارة عن سلاسل أو ألواح من الخلايا المتطابقة. أما كل ما نفكر فيه اليوم باعتباره حياة ترى بالعين المجردة نشأت خلال 800 مليون سنة الأخيرة. يعني الحياة الكبيرة اللي بنشوفها بالعين المجردة اللي هي الإنسان والحيوانات الإنسان والحيوانات والطيور والأسماك وغيره وغيره لم يكن له أي وجود قبل 800 مليون سنة. يعني الأرض حسب المفهوم العلمي موجودة من 4 مليار و 600 مليون لحد 3 مليار و 500 مليون ما كانش في غير الكائنات وحدة الخلية على الأرض. لكن يرجعوا يقولوا لنا إن الميكروبات فقط سكنت الأرض 2 مليار و 700 مليون. لما نجيب 2 مليار و 700 مليون ونقسمها من 4 مليار و 6 مليون هتبقى 2 مليار او مليار و 900 مليون تقريبا. طيب ايه اللي بيحصل في المليار و 900 مليون دول؟ هي في الفترة دي كانت مجرد خلايا مفردة او في اقصى صورة تعقيدا عبارة عن سلاسل او الواح. اما الحياة اللي احنا بنشوفها بالعين المجردة نشأت خلال 800 مليون سنة الأخيرة لحد يومنا ده. طب لما نشيل 800 مليون سنة الأخيرة هيبقى متبقي عندنا مليار و100 مليون. دول كان فيهم ايه؟ هل دول كان فيهم حالة وسطى ما بين حالة وسطى ما بين الكائنات الحية، آسف، ما بين الكائنات وحيدة الخلية وما بين الكائنات الحية اللي هي الكبيرة اللي بنشوفها بالعين المجردة بعد كده؟ هذا ما هو ما يكتبه هذا الموقع. ما يعنينا في العصر الكامبري حوالي 550 أو 560 مليون من دلوقتي تم اكتشاف كم رهيب، تم اكتشاف كم رهيب من الكائنات اللي هي شبيهة بالكائنات دلوقتي ومثيلة بيها زيها زي دلوقتي بالضبط، واللي تلغي فكرة التطور من أساسه. وقبل كده لا يوجد في كل مراحل الأربعة مليار سنة السابقين لا يوجد دليل واحد إن في كان كائن وسط ما بين الكائن وحيد الخلية وما بين الكائنات اللي هي ايه ترى بالعين المجردة. داروين نفسه في ايامه كان في حالة يأس من العملية دي. النهاردة الداروينين فريقين، فريق طبعا ما يعنوش الكلام ده يرد بالكلام، جدليين سوفسطائيين يرد كلام جدلي كده وخلاص دون ان يوجد حقيقة. يقول لك اصلا كانت طريقة فماتت. انت كنت شفتها؟ المفروض كائنات وسط يعني أجزاء كتير منها كانت هتعيش في الصخور في الجبال في الأرض الآثار بتاعتها. ما يعنينا كويس. يبقى من 800 مليون سنة حسب فكر أنصار داروين بدأت الحياة تكون ما اللي بنشوفها بالعين المجردة اللي هو من الطير من الحشرات والحيوانات والطيور اللي بنشوفها بالعين المجردة موجودة بدأت تكون موجودة. طب ايه اللي حصل في مرحلة الانتقال الى الخلايا المتعددة؟ يقول تمت عملية الانتقال من مرحلة وحيدات الخلية الكائنات وحيدات الخلية الأميبا او البكتيريا الى مرحلة كثيرات الخلايا التي تعتبر
حاسمة في تاريخ الحياة البيولوجية على الأرض. عن طريق تمت إزاي؟ قول عن طريق انقسام خلية تدعى بويضة، يعني خلية الخلية الأولى تدعى بويضة، بشكل إن الخلايا الناتجة عن الانقسام المتتالي لهذه الخلية وتشير الدلالة على نشوء متعددات خلايا نشأ منذ حوالي مليار سنة، يعني من مليار سنة، يعني بعد 3,600,000,000 سنة على وجود الأرض انقسمت الخلية شكل بيضة، انقسم خلية نباتية خلية حيوانية. وقد مثل الانتقال إلى مرحلة الكائنات متعددة الخلايا خطوة هامة من خطوات التطور البيولوجي، حيث نتج مبدأ تقسيم العمل بين الخلايا التي يتألف منها الكائن المركب، وزيادة التخصص تعني زيادة التعقيد، بدأت الزيادة في التركيب والتعقيد إلى آخره. بعد كده بدأ ينشأ الجنس مع الخلايا، ولو مع نشوء الجنس حصلنا على الكثير من الاتحادات الجينية، وبالتالي على الكثير من احتمالات التغيير، وكانت هذه البداية للتكاثر الجنسي كما نعرف. بدأ يبقى في نوع من التكاثر الجنسي كويس. لعل هذا الحادث المذهل في التاريخ، كل ده افتراض فيش دليل واحد عليه، قد حدث من أكثر من 600,000,000 سنة وساهم بالإسراع نحو تطور أكثر تعقيدا. نيجي بعد مرحلة البرمائيات، المرحلة بقى التالتة والمهمة هي مرحلة البرمائيات. كانت المرحلة التانية من مراحل التطور البيولوجي العظمى هي صعود بعض الكائنات الحية من المياه إلى اليابس، يعني الأسماك بجميع أنواعها ملأت البحار والمحيطات. جزء من هذه الأسماك صعد لليابسة، طلع من البحر على الشط على المناطق اليابسة كويس. فقد تطورت هذه الكائنات حويصلات هوائية تملأ بالغازات الخفيفة في مقدمتها الأكسجين، تستطيع نفخها وتنفيسها كيفما تشاء، فاخترعت أداة مدهشة للعوم والغطس. شوفوا بقى الكلام بيقول ايه، ان في المرحلة الثانية دي خرجت بعض الكائنات البحرية من البحر لليابس، وبدأت تطور هذه الكائنات الحويصلات الهوائية بتاعتها، هي اللي تطورها وتملاها بالغاز اللي في مقدمة الأكسجين، وتقدر تنفخها وتنفسها كيفما تشاء. وبعد كده الفخ اخترعت أداة مدهشة لعوم الغطس، يعني اخترعت لنفسها أداة مدهشة لعوم الغطس، يعني هنا ما فيش إله يصمم، ما فيش حاجة، هي نفسها اللي عملت ده لنفسها. والسؤال هنا مرة تانية، انت بتتكلم هنا عن كائن غير عاقل ولا كائن عاقل؟ كيف خرجت هذه الأسماك إلى البر، وهذه الأسماك التي خرجت إلى البر هي نفسها تعمل لنفسها حوصلة وتخترع لنفسها كويس أداة مدهشة لعوم الغطس؟ عشان كده بتوع التطور الموجه والتطور الإلهي يحاولوا يحطوا يد الله في هذه الأمور، ويقولوا ايه، ومع ذلك فلا يعرف احد السبب المباشر في صعود بعض الكائنات الحية، محدش عارف هي طلعت ليه. طب انت شفتها، انت كنت معاها، انت تعرف حاجة؟ كل ده قد ومحتمل وذا تصورنا كويس. ومع ذلك فلا يعرف احد السبب المباشر في صعود بعض الكائنات الحية من بيئتها المائية المستقرة الى بيئة اليابسة الأشد صعوبة واضطرابا، فربما كان السبب غذائيا أو استكشافيا أو غير ذلك. يعني هذه الكائنات خرجت إما لصعوبة أو عشان تجد لنفسها غذاء برا البحر، أو تستكشف طلعبات تستكشف الجو في إيه. يلخصون الموضوع هنا الأمر كالآتي،
لقد اقتصرت الحياة لمليارات السنين على العيش في الماء. ثم قبل حوالي 365 مليون سنة من دلوقتي سكنت الكائنات الحية اليابسة، وهذا لابد أن يؤدي إلى تكون أنواع جديدة مختلفة من الأسماك من حيث التنفس والإخراج والغذاء والتنقل. لما خرجوا بدأوا تشكلوا بقى إيه بطريقة تانية. فماذا تخبرنا المستحاثات بهذا الشأن؟ يوصل الحفريات. إذا وضعنا أمامنا ما نعرفه عن الصخور سنتج لدينا دليل قوي أن الفترة ما بين 385 مليون عام كانت فترة حرجة، أن الصخور الأقل عمرا من ذلك تتضمن أشكال متنوعة من الحيوانات مثل البراميائيات والزواحف التي لا تشبه الأسماك. طب لما لا تشبه الأسماك تربطها ليه بالأسماك؟ لكن في طبقات الصخور التي يبلغ عمرها 385 مليون سنة نجد أسماك كانت تشبه كثيرا السمك الذي نعرفه الآن، برضه هي سمك. المشكلة يقولوا بدأت الحياة من نشوء الخلية المنفردة الحية الناتجة عن عملية الاصطفاء الكيميائي، يعني الناحية الكيميائية هي الاصطفتها، الذي يعتبر حجر الأساس في بداية الشرارة البيولوجية. بعد ذلك تم الانتقال إلى مرحلة التمايز الخلوي بما الخليوي بين خلية وخلية الأول بين مملكة النبات والحيوان، وهو يعتبر الانفصال البيولوجي الأول بين مملكتين. بعد ذلك تم الانتقال إلى مرحلة وحدات الخلية من مرحلة وحدات الخلية إلى مرحلة متعددات الخلية، حيث بدأ التخصص في العمل الخليوي. يرجع بقى يقول لنا دي اشتغلت كذا ودي اشتغلت كذا، ويكرروا ويعيدوا في هذه الأمور. لكن ما هو واضح لنا إن حصل لما طلعت الأسماك دي من البحر كويس، يقول بعد ذلك تم الانتقال إلى مرحلة وحدات الخلية من مرحلة وحدات الخلية إلى مرحلة متعددات الخلية، حيث بدأ التخصص العمل الخليوي. أعقب ذلك بعد كده بقى نشأ الحيوان الدودي الصورة الذي منه الرخوات، حيوان الدودي اللي واخد صورة الدودي يعني اللي منه الرخويات. ايه الرخويات؟ كالمحار والحلزين والحبارات، الانواع من السمك اللي هو ايه الرخوي. ثم ظهرت الشوكيات، الحيوان الاسماك اللي فيها شوك، كنجوم البحر وقنافذ البحر وخيار البحر. وبعدها ظهرت القشريات كالسلاطين والجمبري، وهذا مهد بدور الحدوث القفزة التطورية الكبرى بظهور الجنسين الذكر والأنثى، ثم باتخاذ الحيوان شكلا ذو جانبين، بدأت الحيوانات تاخد شكل لها جانبين. فالأسفنج مثلا لم يكن له شكل منتظم، وبالتالي أدى ذلك إلى تسهيل الحركة فجعل التنازع وبقاء الأصلح أكثر حدة وسرعة، وبالتالي التمايز النوعي بين الكائنات أكثر تنوعا. يعني بارينا كل شوية من الأسماك اللي طلعت دي كل شوية بدأت تظهر كائنات معينة، كل شوية بدأت تظهر كائنات معينة. ولو بعد ذلك ما ظهرت مجموعة جديدة من حيوانات تمثل عشائر ذات صفات مستحدثة يدل وجودها على وقوع انقلاب كبير في سيرة الحياة. فكل الحيوانات التي ذكرناها كانت رخوة القوام لينة الأجسام معدومة العظام، ده الحيوانات الأولى. ولو أن بعض منها كالسلاطين والمحار قد اختصت بأصناف تقي ذواتها من العصب. أما الصورة الجديدة فكان لها حبل متين ممتد على طول الجسم يسمى الرتمة، وكان ظهور هذا الحبل أول مدرج من مدارج التطور نحو التكوين الفقار. وبيبتدي بقى ايه يخش لنا بقى بنشأة الأسماك ذات الهياكل العظمية الصلبة كالصامون والأنواع معينة كويس، ومن الأحياء التي ليست لها حيوانات ظهرية، وبدأت تظهر الفقاريات واللا فقاريات والأسماك المتطورة اللي تقدر تعيش في الطين
وبدا يكلمنا عن التطورات البرمائيه مثل الضفادع اللي بتعيش في شحنا في الميه وبره الميه، اوائل الفقاريات، وبعد كده يخش بقى على التطورات اللي بدات تحصل بعد كده لحد ما يوصل الى الزواحف، وقد هيمنت الزواحف لفتره طويله. من فروع الزواحف اللي بتزحف على الارض نشات الطيور التي تعتبر حتى الان من الزواحف الطياره، وغايه ما حدث هو ان ساقيها الاماميتين تحولتا الى جناحين، يعني زواحف، بعض الزواحف اللي بتزحف على الارض تحولت رجليها الى جناحين فبدات تطير. كل ده عارفين المذيع اللي بتاع الكوره اللي كله يقول لك يا سلام، ده يخلونه المعام يا سلام. طب امتى ده حصل وازاي وما دليلك؟ متى حدث ذلك وكيف وايه هو دليلك؟ عمال تحول لي حيوانات زواحف للطيور. طيب، وقد هيمنت تلك الزحف على اليابسه فتره طويله، ومن فروعها نشات الطيور التي تعتبر حتى الان من الزواحف الطياره، وغايه ما حدث هو ان ساقيها الاماميين رجليها القدامين لانه شاف انها باربعه ترجل كزواحف تحولت الى جناحين، واكثر الطيور تعيش مده طفولتها في طرف اجنحتها مخلب او زلف قد يبقى معها بقيه حياتها، مما يدل على ان ساقا كانت موجودة لديها يوما ما. يعني بيشوف أي تركيبة غير الجناح أو الرجلين في الجسم يبقى دي بتدل بالنسبة للدارويني على إنها بقايا الرجل الأربعة اللي كانت قبل كده، الرجلين اللي هم تحولوا إلى جناح. منين تحولوا إلى أجنحة ومنين لسه باقيين كآثار؟ وكبيرة كما نجد ان صغار الدجاج تستعمل اجنحتها للاعتماد عليها في المشي، كما تستعمل زواحف ساقيها الاماميتين، لذلك فين الطيور ما زالت تتعلم الطير. وبعد كده يقول لنا وعن الزواحف نشا بالاضافه لفرع الطيور فرع اخر هو ذوات الثدي التي تغذي صغارها بسوائل اللبن. يعني الحيوانات والاسماك والكائنات اللي بتردع، اللي لها صدر وبتردع، كل ده من الاسماك. وعن الزواحف اللي اصلا اللي كانت اسماك كويس نشا بالاضافه لفرع الطير فرع اخر وزوات الثدي التي تغذي صغارها بسائل اللبن وبالتالي تسمي اللبونات. لقد كانت اللبونات البداية تضع البيوض أو البيض كالزواحف، وعندما يفقس البيض تقوم برضاع صغارها، ولا يزال بعض تلك اللبونات موجودة حتى يومنا هذا كالصلول والنفطير، وكلاهما يعيش في استراليا فقط. وهنا يمكننا التحدث عن الثدييات، ومن الثدييات نشأت الكيسيات اللي ليها كيس. عارفين الكنغر اللي بيبقى ليه كده زي شنطة يشيل الكائن الوليد بتاعها او مولودها، او ذوات الكيس كالكنغر، وقد تفرع عنها شعب متفرقه من الانواع البيولوجيه اهمها من وجهه النظر البشريه ما يسمى اللايامر التي منها نشات الثعابين ثم القرده العليا. فالبشريات كل ده جه من اسماك، يعني مش جدك قرده بس، لا جد وجدك كمان سمكه. يا ترى كانت قرموط ولا كانت شكلها مش عارفين. فالبشريات التي اثبتت شيئا فشيئا تفوقها بسلسله من الاكتمالات ابرزها تجمع الخبره الى اخره. يعني خلاصه اللي فوق ده ان احنا البشر وكافه انواع الحيوانات اللي هي ما دون الاسفنج، يعني مش الاسفنجيات، وما يعلو عليها من الحشرات والاسماك والثعابين والطيور والسباع والبهائم نشترك في اصلا واحد. يعني الفلاح في الغيط هو المعزه بتاعته من جد واحد، هو الجاموسه بتاعته من جد واحد، هو
والبطة اللي في البيت من جد واحد، هو والسمكة الكبيرة اللي جيبها عشان يأكلها ويقليها لأولاده هو من جد واحد. يبقى إننا البشر وكافة أنواع الحيوانات مما دون الأسفنج وما يعلو عليها من الحشرات والأسماك والثعابين والطيور، يعني ما تشوف تعبان في بيتك ما تقتلوش لأنه قريبك أنت، هو من جد واحد. والسباع والبهائم نشترك في أصل واحد، وبيننا وبين هذه الحيوانات قرابة من نوع ما، تختلف في قربها وبعدها تبعا لقربنا وبعدنا من نوع حيوان معين. ايه رايكم في هذا الكلام الذي يقوله انصار داروين؟ المهم انهم بيقولوه دون ان يقدموا دليل او برهان علمي واحد، بيتكلموا عن كلام حصل من ملايين السنين، ويحطوا نظريات استنتاجية. هنشوف بعد كده ازاي العلماء ضربوهم وضربوا افكارهم كويس. بص يقول اننا نحن البشر، احنا البشر بشكل خاص ننتمي الى اسرة متعددة الانواع كالترسيوس والليمر والقردة، وهذه تكون الاسرة الكبرى، يعني الاسرة الكبيرة بتاعتنا مع القرود بانواعها. أما العائلة الصغرى التي ننتمي إليها فهي مجموعة القردة العليا التي نجتمع إياها بقرابة وثيقة في سلف واحد مشترك. يعني إحنا والقرود العليا من جد واحد، يعني من أبوهاتنا ما كانوش قرود، إنما جدنا، يعني إحنا والقرود من جد واحد، يعني القرد ابن عمه وابن عمك. إن الطيور لم ينقطع أو يقف إن التطور لم ينقطع أو يقف ذلك، إن جميع الحيوانات الأحياء كحيوان إن كان أم نباتا لا يزال في تغير. طبعا هذا الكلام كله خرافي 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 خرافي. سبب بسيط جدا، جميع الكائنات اللي بيتكلموا عنها ما تزال موجودة كما هي. الأسماك بأنواعها موجودة في البحار زي ما هي لم تتغير، ولو افترضنا بتتطور كانت زمانها انقرضت. لكن نلاقي البحار مليانة بالأسماك. الطيور اللي فوقنا دي لو بتتطور ما كانتش زمانها موجودة، كانت انقرضت لأنها تطورت إلى أشكال أخرى وكائنات أخرى. بتتوجد منين؟ السمك نفس الوضع، الطيور نفس الوضع، كل الزواحف اللي كانت على الأرض نفس الأرض. لكن احنا اللي بنشوفه الزواحف على وجه الارض موجودة، الطيور موجودة كما هي، البشر موجودين كما هم، الحيوانات كما هم، النباتات كما هم، جميع انواع الاسماك كما هم، مفيش حاجة اتغيرت. لو في تطور كان كل ده تطور، اشمعنى يعني فئة منها تتطور الباقي لا؟ على اي اساس؟ هتقولنا دليل زي ما انتوا مش عارفين تجيبوا لنا دليل على التطور، هتقولنا دليل على ان الكلام بتاعكم ده صحيح؟ مستحيل. الحاجة الثالثة، الحاجة الأخيرة، زي ما قلت في منطقة كامبيريا أعتقد في استراليا أو أيا كان مكانها، وفي بعض مناطق الصين اكتشفوا كم رهيب من الحفريات. الحفريات دي عبارة عن آثار، إما بقايا بعض عظامها زي عظام الفكين، الجمجمه، العمود الفقري الى اخره موجوده، او انها طبعت في كتل الطين او التراب او الاحجار اللي كانت عليها، وده هنشرحه بالتفصيل بعد كده كويس. هنشرحه بالتفصيل بعد كده. فوجئوا من 305 و من 300 حاجه و50 يعني مليون سنه ان نفس الكائنات الحية اللي لقوها في هذه الحفريات بصورة طبق الأصل من الموجودة دلوقتي هي هي، وإن قبلها لا يوجد أي شيء إلا عبر بقى الأربعة مليار سنة اللي قبل كده، إلا بقايا ضعيفة بسيطة لوحيدات الخلية. يعني وحيدات الخلية
الكائنات كلها، مما يؤكد كلام الكتاب المقدس رقم واحد إن الله أمر بخلق النبات، يطير طير في السماء كلهم كجنسه، أمر بخلق الأسماء في البحار كل كجنسه، أمر بأن الأرض تخرج ذوات أنفس حية كل كجنسه، وبعدين خلق الإنسان. وهذا ما يؤكده أو ما تأكده الحفريات التي وجدت في كامبريا أو ما يعرف بالعصر الكامبري أو انفجار العصر الكامبري وسقطت كل نظرية داروين. احنا مع الجاي من خلال كتب العلماء هنشرح بالتفصيل كيف سقطت هذه النظرية. نلتقي في الحلقة القادمة. والآن محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد شركة موهبة عطية روح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام ربكم معكم، تصبحوا على خير، تصبحوا على نور المسيح.